السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم بعد لون خضر مرة موالم موالم زراعتي. كيف حالكم وكيف أنت وشو أصبحتوا وعلومكم وأخباركم؟ سامحوني البارحة ما ظهرت على الشاشة، قلت خلي العرب شوية تأخذ راحتها وافتح المجال الغيري. حب كده أنا بعد أعطي الواد ولا بغير شوية نصيب. زين أنا أموري طيبة وبخير وسهالة وما تحركت بقى من الصب وأنا فوق بتيلق لساعة هيلس ساعة رد أضيح ويلس يعني ومشي الحالة مشي الوقت على هالحال. يوم عاد الحين قبل العصر عاد بنزل وبعطيكم العلوم والأخبار وشوني توني عاد ببتدي أصور لأني أروح ريحة المشموم شال الدنيا شال. أقول سبحان الله وين ترهني حطات معاري راسي غاوي ترى ريحة المشموم. شوفوا على فكرة ريحة المشموم والحبك والحبق والأشياء هذه أكثر منتشرة عند هالجدة وعند هالمدينة وعند هالدمام. في الإمارات إلا كان في الضواحي ولا في النخيل ولا في البقع هذه ولا يعني بوظبي من نبادر تلقط حد يزرع ريحان ولا مشموم ولا ورود، لأن بوظبي من الأساس ما فيها زراعة وفيها أكثر شيء نخل من ضمنها النخل نخل حامض. ميات اللي ما تعرف عليها لو يسمون حد يسميها نخل حد يسميها مزرعة، وأغلبية العرب الأول اسم الأصلي يسمونها زريبة، زريبة فلان. الزريبة حد الزرب يختلف عن الزريبة، الزرب اللي هو للدبش، لكن الزريبة اللي هي سايرين والله زريبة الشيخ الفلاني، زريبة فلان الفلاني، زريبة علان الفلاني. فالأول متعارف عليه وأغلبية زرايب كانت في العوير في دبي. وضبي شيء الأول أظني أعتقد يسمونها ضبي على ما سمعنا، أنا ما لحقت الشب خيبة، يقولون الأول زريبة حامد أو زريبة الاعتيبات أو من هالقبيل يعني، ولا ما شيء جليل الأول اللي عنده نخل جليل يعني أو نخل بن سليم، وشيء بعد الأول نخل في بيت حياة درويش بن أحمد الكتبي أو بيت قوس سيف بن درويش عبد الله بن درويش، ويعني شيء نخل لقاط غير نخيل شراته الحين يبعد ما شيء، لأن ما شيء ما نخلي بماء الزرايب تبى ماء إلا من هذاك من هاك اللي شيء عنده حافرين رق ولا حافرين طوي ولا شيات والماء خريج. الله يغنيكم عنه، الحمد لله رب العالمين اللي الله بدل من حال إلى حال. الخبايل ما وراها إلا البهايت، يعني بما معناه أن كل إنسان خبيلة ما بتوع إلا يابلك شيء بهتان فيه، شيء كبير، شيء مصيبة، شيء داهية، شيء كارثة، لأن خبلة خبيلة. الخبيلة شو بتحصل وراها أنت؟ ما بتحصل وراها إلا كل ضر، لأن خبيل ما بصاحي ذهنياً. فلذلك كل خبيلتن لا تتكل على رمسته ولا علمه ولا أخبره، ترى ما وراه إلا الدواهي. حفظكم في سنة من السنين ريا شيخ بلادهم محلت لا ماء ولا مرعى، لا ماء ولا مرعى، فنوى يشجد بقعتن فيها ماء ومرعى. تحيدون الأول العرب رحالة ما شيء مكان معين، الأرض رحمانية وين ما حصلوا الماء والخضرة سكنوا دقوا خيامهم سكنوا عينا من الله خير لين يصير ينضب الماء هذاك وتمحل الأرض دوروا مكان ثاني. هذا يسمونهم بدو رحل، مش بدو مقيمين عندهم ورد ماء عد ماء زاهب ما ينضب، لا هاي يصيرون وين الغدران وين وين الغدير وين العشب وين الدنيا اللي هي تنهار شيشة مطار وقادي دنياهم خضراء يلسى ورعوا دبش بلين وقف الرعي في بقعتهم هاي نشوا عقب أبوية سووا دوروا لهم مرعن ثاني ومغدر ثاني.
ويا الشيخ هذا شيء رجال يعني حكيم. ساروا لقطة والله بقعة عدالهم يبل يبل وسيح خضر وغدران زخب ويري جمعة وافراد القبيلة بالشيخ. قالهم ابوي اليوم الحكيم عنده رمسه بيرمسكم. قال يا جماعة الخير ترى ابوي اصبح وامس ابوي انتم في هالمرعى وفي هالمغدر انتم حلالكم واللي الله كاتبن لكم. يا غير اليبل هذا اسمه يبل داهية. يبل داهية هذا فيه حرمة مغلوث تاكل لحوم البشر. عيوز مغلوث تاكل لحوم البشر. اللي بيصير قبل يبل ترى ابوي بتاكله. لا تقولون ما قلت لكم. قالوا ان شاء الله. كملوا على هالمنوال سنين الله ما حد يصير قرب اليبل متروعين. في ربع الشيخ الله يحفظكم هذا شيء واحد خبيله يسمونه المينون. المينون وقت الاجتماع مثل اجتماع الشيخ ويا الرجل الحكيم ما كان موجود. المينون هذا يسمونه المينون او يسقرون الخبله او لك الاغلبيه العرب اللي كان في هذا الوقت يسقرونه المينون 24 ساعه ويا الغنم ليل بنهار من يصبح لين يمسي يرعى الغنم ماي للشيخ الا اذا عنده علم عن عشب ولا عن مغدر ولا عن شيء يبي يخبر به الشيخ. ما يجي للشيخ هو عنده يعني افكاره خاليه ما يجي الا شيء تحت راسه. انت يا منو يا الخبيله يا الخبله. تفهمه ان الخبيله اللي هو المينون ما كان موجود يوم الحكيم ينصح الجماعه ان لا حد يصير جدا اليبل هذا. هذا اليبل اسمه يبل داهيه في حرمة عيوز ينقالها اسمها داهية أو أم الدواهي لك أقلب ظنها اسمها داهية. فلذلك أحد يصير قرب اليبل المينون ما كان موجود فما سمع وقت التحذير. من ربع الشيخ كان واحد بينهم خبيث وراعي مقالب وراعي دواهي الخبيله يتيم وفوق اليتم خبيله ومينون ربي تقاصره والشيخ عنده واحد من ربعه بيخلينا ما فيه يعني مهابة من الله تقريبا يعني. والخبيلة هذا المينون لا عندهم لا عنده أبو ولا عنده حد صاح ولا صديق ونرمس. الشيخ عنده واحد من ربعه فيه خبث وفي دهاء وعبارة يسمونه ملعون يدان يعني راعي مقالب كبيرة راعي دواهي. والشيخ مجرب منه أكثر من الربع أكثر ما هو جريب للشيخ هذا راعي الدواهي وراعي البهايت وراعي المقالب لأنه راعي سوالف وخف الطين وخف الدم ويعد قصيد ويعد سوالف ويعد علوم. فلذلك الشيوخ أو الناس في هذاك الوقت شيوخ القبائل يحبون الإنسان راعي الضحك وراعي السوالف وراعي المغيه وراعي القصيد وراعي يعد السوالف الاوليه ويعرف الامور كلها. والانسان المزوح يكون جريب للشيخ لان الشيخ يصبح وينسي في امور الدوله امور الحكم وامور الغزوات والعلم والخبر وينسق احوال القبيله. فلذلك الخاطر سواء شيخ ملك وزير غفير مطوع قاضي محب ما يبضح يهزم ويم بنادم والله لا يتقرفط ويموت. يحتاج من يفري عن خاطره يحتاج من يفري عن خاطره. ترى ما في إنسان ما يحتاج لتفرجه. مقرب منه هذا الشخص جريب منه في البرزة في السوالف في وقت الأكل وقت الشرب وقت بيشلون في الربابة وقت بيعدون القصيد وقت المقناص لازم هذا الشخص يكون موجود. يا المينون فقير قاصد خيمة الشيخ عند علم يوم يا ولأنه دور الشيخ يمين يسار ما لقط الشيخ لقط منه لقط الخبيث هذا ربيع الشيخ ولأنه متتشي بويه على ذبيحة ويالس يصرط. قال عاد الخبيل يقول حق هذا الرجال يا فلان الحين انتم ما عندكم شيء وتوكم شادين وساكنين في هالمكان ومتوا حالكم توحيد تذبحون وتصلخون كيف انت ذابحين لك؟ قال لو الود ودي ذابحين لي انا. قال افعليك
اسميك بتيك الجبل هذاك، توصل لين الجبل وتلوح بيديك وتنشف جدانه جاي ترد جاي. ترى المينون ما كان موجود وقت التحيحه، لكن بشرط. قال له شو شرطك؟ قال له المينون يقول حق هذاك شو شرطك؟ قال شرطي انك ابوي توصل لين المينون، ما كان يدري ان هناك شيء العيوز هاي اللي تاكل لحوم البشر، تاكل اوادم، تاكل عرب. ما كان يدري فقير، شو دره؟ هل بيوم الا هذا تم امره هين، الحين بسير وزهب الحين بييك وذبح لي خروف مثل هالخروف اللي انت تاكله. قال علي رفدين جيت لذبح لكرك خروف هاي الساعة ونطبخه وانت تاكله ونحن نجلس نتفرج عليه. الحين ترى مثل ما قلت لكم المينون ما يدري ان هناك خيبة تخيبكم، ما يدري ان شيء العيوز هاي تاكل لحوم البشر. سبب ما كان يدري لان وقت الاجتماع اول ما سكنوا الجماعة ما كان موجود بين الأفراد القبيلة، كان عند الدبش. ويمن عقب ما الحكيم عطى نصايحه إن لا حد يصير جدل يبل، ترى هناك شيء عيوز مغلوث تاكل العرب اللي يونها. نش أبوي الخبيلة وحط أبوي يبل داهية اليهامة وساء جدا يبل داهية عسب شو من يوصل يبل داهية تلوح بسفرته جد الرجال وبيرد بيذبح له الذبيحة. الرجال الخبيث هذا واللي معاه كانوا حاضرين في الميلس يدروبه ان الخبيلة انسار ما بيرد خلاص، بيوصل يبل داهي بيرد، ما حد شد وصل يبل داهي ورد. كل العرب لا يوصلون يبل داهي تاكلهم العيوز اللي هناك، هاي اللي يسمون الجبل عليها يبل داهي، ترى العيوز اسمها داهية وتاكل العرب اللي يونها. ويدروب بالخبيلة انسار ترى ابوي ما بيضوي، زل وغط عن النظر. الرجال الخبيلة المينون من وصل عند الجبل زل وغط عن النظر، غط في الدورين خلاص ما تموا يشوفونه. بهاك الاثناء يا الشيخ ويا ربعه جدا ميلسه، وكان يلقط منه يلقط هذا الخبيث ويقول انا باي حالي من حالكم، قلنا لابوي وصل ابوي يبل داهية ونعد تراك ابويه نحن بنكر لك الخروف. فتن الشيخ قال كم النفر كاع وكي عصاجعون ويناجعون، شو عندكم شو ضحتكم؟ قالوا والله نحن قلنا اليوم بنيرب يانا الخبيله وشافنا ناكل خروف، وقالوا نعزل البر من الشعير، نبي نعرف العدل من المايل، نبي نعرف الكلام هذا حقيقي ولا خيال، ان هذه الداهيه اسمها العيوز يعني، ولو خبيله مالكم حق انكم تخلوني يصير عند داهي تدربني بل داهي ما حد شد سار ورد كم ما تاكله. قال نحن حينه نبن ان كان خيال ترى بينه وبتظهر سالفه يبل داهي هذا غلط وهذا من محض الخيال، ترى بي وعلي انا اكر له الخروف وعشي هي ولو اغدي هي. وانطلع ابوي حقيقي ترى هلا خبيله عويد لا عاد وارض اللي انبتت، لا ام ولا ابو ما حب يسال عنه. تكدر الشيخ اعتبه له، هاي يسمون زكاه الطائفه اللي يطرونه زكاه الطائفه، هذا زكاه الطائفه ومن يصير يعله ما يرد خلاص نحب ترى مينون ابوي اولاد شوي، ولان ابوي محول عليهم ابوي المينون يربع بيديه تروس وخرايط ذهب ودروع وخناير ومحازم وتفجان وياي يخب ويتكوى قرج ويمشي ويطيح ويتخرطف ويتكوى ولا لا لا لا، والدنيا تتناثر ذهوب وشيء يعرف وشيء ما يعرف. قال الشيخ ذكر الله وين جايب هالدنيا كلها، وين جايب هالذهوب وهالخناير وهالسيوف وهالنيرات الذهب؟ قال انا بخبرك. قال ابوي انا صرت ابوي بلداهي، يوم صرت بلداهي ولاني القى لي هناك اشارات الشهف، يقول من باب الفضول اللي فيه انا، من باب الفضول اللي فيه قلت بوصل اطالع شو في الكهف هذا. يقول يوم تقرب جدا الكهف ولاني القط حرمت العيوز الشين اللي في الدنيا واللي في الكون كل فيها. يقول لي شفت هنا وتلي على الشر، يقول توني بحلج عيون بعيونها ولانها عيونها تدور يا غير بنكه، اشلي حصا واضربها على راسها وتوجع، ولن يوم سرت ولن حول هالدنيا هذه كلها أخب الشركة من جتالته ويبت أبوي هالسيوف والخناير. هذا أبوي نقطة من محيط من اللي أنا شفته، الدنيا كلها أبوي مريودة هناك، كل هالدنيا تام هناك وين جتلت العيوز واللي يبقى يصير أبوي ياخذ.
فرها بهاك الحصاه وتبين حياته، ولانها من صيد امس قدت من صيد امس ابوي وادخل ولقى طب ما شفت بعينه، وهذا اللي رمت ايبه وهذا ما تشوف. والمكو والدنيا هناك ابوي مريود ريال، مريود لين عينها الدنيا، الذهوب وخناير وتروس وكل ما تشتهي النفس. حين الخبيل اللي هو المينون يرمس الشيخ بهالرمسه، هذاك الداهيه اللي تشدها وبقاله العذره طاحت الرمسه في اذنيه، ويربع هو اثنين ثلاثه ورا الخيمه ويربعون جدا اليبل يبل داهيه. يوم وصل الخبيث اول ما تبادى، ولان العيوذ يتضر به غير ما ماتت، ولانها العيوذ قدامه دور بعيونها شرات البنكه، وتعفد على هذاك الخبيث وابوي تزخه وتاكله وتقرمش عظامه تقرميش ما خلت فيه ادنات الدون. ربع النحيس هذا يوم شافوا ربعه العيوز تاكله فروا بالروح العزيز، صاروا يربعون جد الشيخ، الحق الشيخ الحق الشيخ، ترى فلان ابوي زخته العيوز وكلته الداهيه الداهي عيوز كلته والخبله هذا ترى يقص عليك يا شيخ، والمينون طال عمرك ترى يقص عليك، المينون يقص عليك، ونش ابوي كلت العيوز ربيعنا وخلته ابوي عظام ريج، ونحن ابوي فرينا بالروح العزيز. نش الشيخ وقبض المينون من اذنيه، قال كيف انا الشيخ وما حدا شيخ عني في المشيخه، انت يا هالمينون تقص علي هنا؟ قال له بالله وبالله والله وبالله يني انا ما قصيت عليك يا شيخ، واني انا صادق في كلامي، وكان ما بمصدقني عطني فرسك وحين بسير اجيب لك اياها، روحي جات لنها. قال له انزي يوم اللي انت تقول هالنمونه هذا الفرس. نش والله الشيخ وما كذب خبر، عطى المينون الفرس وقبض سيفه ور ركيط دبشه، حط ابوي اليبل اليهامه. يوم وصل ولقط العيوز حي ثرها يتله ضربه صغيرون ودوخت هاي الساعه، يوم شافته العيوز عرفت ان هذا هو اللي تبا من الذهوب والسيوف والتروس. قال لا لا لا، يوم شافه عاد ذلت زياده تمكن منها، قال لا 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 لا، انا لا ضارب لها بين حياته كان بيجتلها. قالت له هذا اليبل الشهف عندك واحذر، ابا لا ذهوبك ولا سيوفك، ابا اخذك انزلك تحت عند الشيخ يا غير. قال ابدا هذا مطلبي، واشهد انها ربطها وقالبها يا حبيب النبي جده الشيخ، ردبها ضوابها جده الشيخ والمخيم. هذا يوم يقول لك خبلت متعافي، ها خبلت لك من وراء فايدة، حد عفان الله حين هالزمان خبايل لا وراهم لا فايدة ولا عايدة، الله بالمستعان. بس أقبل أبوي المينون بالفرس بالعيوز بهاك الويه الشين، هاي عبرة العابرين. ويوم صرت استوى أبوي رعب عند ميلس الشيخ، كل انعفد يتعزوى، زاقت العرب قطعة ممشين عليها شين، لا صار ولا استوى، تراها نوع من أنواع الجن هي، وساكنة في هاك المكان وتيلس تاكل أي حد يوصل قمة تاكل يبل تاكله. وتمت الناس متروعة أول ما هبط بها ضواها المينون جدل معزب. نفس هذاك الوقت كان حكيم القرية موجود، افتر جد الشيخ قال له طال عمرك لا تامن من المينون ياتيك بداهي، لا تامن من المينون ياتيك بداهي، خذوها كحكمة أن الدواهي والمناشر واليور ما يكلم المينن، المينن هم اللي ييكم وراهم تيكم وراهم الدواهي والمصايب والبهايت، وما أكثرها البهايت في وقتنا الحالي، ما أكثرها انتشار أخبار السوء، وما أكثرها القال والقيل والعلوم اللي ما تسر، وما أكثرهم اللي يقولون العرب شيء ما قالوه، وما أكثرهم الحساد، وما أكثرهم اللي يحلفون بالباطل. نش الشيخ هذاك الوقت وأمر برميها، ورموها بين حياته، تورو على رأسه أبويه وطاحت أبويه صريح، لا أبويه السارين ولا أبويه اليايين. افتك امه محمد اجمعين من هالمغلوث تاكل لحوم البشر، عدميه تاكل لحوم الناس، قالوا هاي ساحره وليش دوروا في بين حياته. خلاصه القصه من حفره حفره لاخيه
وقع فيها، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذا أولا. منو اللي حافر؟ هذاك الداهية. ومنو اللي كلته العيوز؟ الداهية. والأخي اللي هو هذا فقير المينون رد أبوي بخير وسهالة ويضحك معي من الله خير. هنا أرسل عيال فاك المينون عسب أنه ينجتل، ورب العالمين وقع الخبيث في شر أعماله، ورب العالمين راد للخبيله النجاة. هذا والله هذا أعلم، هذا السالفة صدق هاي كذب، لكن أتوقع أنه يمكن أنه صدق، ليش لا؟ يقولون الأول العرب حد يطيرون على يريده، ويقولون ما أدري شو يعني، وايد أشياء أمور وايد، شو يعني كذب هذا؟ هاي لما الصغاير هم الكباير. يلا نرمس خلاف. تبتدي الآن رحلتنا، تبتدي الآن رحلة المشي، المشي أو الهرولة اللي هو المهم، متعلج ولا طايح ولا ايش رايكم؟ ها اكيد ابويا المتعلج بعيد اخير عن الطايح. بشيركم الهمبات تايلندي ابتدت تتبشر، وحين برويكم طريقه عد من الرقاده. متى الهمبه ينقص من امه، متى وقت قصه، من تبشر الهمبه، من تبتدي تبشر الهمبه قصه، والهمبه اللي عليها كامل ما خلى ولا وحده. السبب حق ابوي تحطه في المنضج، روحه ينضج مره وحده، من تبشر وحده معناته ابوي خلاص نضى الهمبه، وحده تقدم وحده تاخر ما شيء مشكله. اللي الزم ما عليك شو تسوي الحين يا الانسان، من يبشر الهمبه عندك، من يبشر الهمبه عندك تنش الله يحفظك. موضوعنا الله يحفظكم، المسميات القديمه الاول يذكرونها ضاحيه، وحد نخل وحد زريبه، واللي أصغر عنهن كلهن يسمونه وعب. الوعب اللي هي المزرعة الصغيرة، أو مزرعة كانت عودة أو نخل كبيرة كانت وتجاسموها ورثة فآزمت وعب، يعني مزرعة صغار، مزارع صغار صغار، مزرعة الصغيرة كل من صغرت يقال عنها وعب، ما يقال عنها نخل أو زريبة لا، ولا مزرعة لا، وعب. وعب عبارة عن 5-6 صرمات يلبتين مسيبلة ويا البجت حرية، يعني هذا اللي هو العلم عند الله. يلا برايكم ما برومر بس وايد عاد الحين يا أمشي خلاف بنرمس. بالنسبة للي يمشون قبل المغرب أو أي وقت في رياضة، فياريت لو بين فترة والثانية يغيرون الموقع أو الاتجاه أو الوجه، بدل ما يصير يظهر من بيت الشرق يظهر مرة هذه غرب، يغير المكان يغير الموقع عشان ما تمل الأماكن اللي تيها. فلذلك أنا وين ما أسير كل يوم الحين أغير لي وجهه، كل يوم أغير وجهه، يوم شرق ويوم غرب، يوم مني ومنك، يعني فيكون موقف. يا الله طباب طبني شراء السيارة، شرهوا علي جماعتنا في السعودية على الله يحفظهم، قالوا نحن في جازان أبوي مكود عندنا ما شيء، بيت ما فيه ريحان ومشموم وحبق، ليش ما عديتنا؟ عديت مكة والمدينة وجدة، نحن بلانا. سامحوني يا أبوي هالجازان، سامحوني سامحوني، العذر والسموحة من جنابكم، العذر والسموحة من جنابكم، يعلى الله يحفظكم. يلا أبوي حتى في جازان أبوي موجود عندهم الحبق المشموم والريحان ويستعملونه صبح ومساء. هل البحرين والدمام، هل البحرين والدمام يقطفونه ورقة بورقتة ويخلطونه ويا بنت السودان وفدور، بنت السودان وفدور عطري معينات ودهن ورد، يخبطونه يرششونه تحت على المطرح وحطوا رششوا بالعطر وحطوا فوق الشادر، ويا عاد راعي البيت ورقد قيل ولا أمسى على هذاك المطرح المطيب والمعطر، شو يكون عاده؟ ريحان ومشموم، وكان شيء ورد طايفي خلطوه ورشوا عليه بنت السودان وفدور، كان عندهم مدخنة دخنه أبوي الشرشف قبل ما يحطون يلحفون به المطرح اللي بيتلين عليه راعي البيت. اي نعم، والأول حتى حق العرايس فرشة العروس لازم أبوي يكون هاي طريقته، على الشادر تحت الشادر لازم يحطوا الريحة. وايدين يقولون عاد الحين نحن ما سمعنا به هالشيء ولا ريناه ولا درينا به، أبوي وايد العرب اللي ما شافت هالشيء، نحن نرمس أبوي عن الناس الفنانين، الناس الدويقة،
الناس وكلها العرب ابوي ما بكلها واحد، العرب ما بكلها واحد، حد ابوي فنان وزقرتي ويتقاطر من اطرافه، وحد من العرب من يخطف عدالك غير التحرى تيس فارس، تحرى تيس طلالي الله بالمستعان، ريحته تحرق في العيون، ريحته تحرق العيون حراق، حد من العرب. تلقط ريال لابس هاك الهندام الفنان ومتوشح بهاك الوشاح، وريحته تحت الحاي ما كان ذكر له انثى. انا ارمسك مع الناس الفنانين، الناس اللي هل بالريح الخنين وهل بالعطر وهل هل بالذوق الرفيع، هل اللي ارمسكم عنه. انا ما ارمسكم عن الناس هاي قوم يعوه، قوم يعوه، انا ولا افتكر فيهم. هاي خامر الريح يوجد عند هله، وخامر الريح يوجد عند الناس الانضاف، وخامر الريح يوجد عند الناس الزقرتية، الناس الفنانين، الناس الفنانين ابوي، هذا هو ابوي اللي تلقط كل شيء طيب عندهم. انا ما اطري ابوي هاي اللوادم اللي ما يعرفون للعدال ولا لا يعرفون تلقط عندهم يميع الريح ويميع الشيء، يا غير الله حار منهم، الله حار منهم ملذات الحياة. شو السبب؟ ما بضارين على النظافة. الإنسان ليه ما بضاري على النظافة؟ بيت مدبت حياته ما بضاري على النظافة. أقول لكم تحيدون هالصرمة هاي اللي قلت لكم راسين، فيها راسين، هذا راس وهذاك راس، ترى طلعت خنيزية حليلها، خنيزية. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد، سبحانك يا الله، الله رزقني بوي خنيزية، بالرغم أنه ما عندي خنيزية إلا وحدة، راس مالي خنيزية وحدة في البيت، والله رزقني في أول البيت هناك اللي أنا زار عنها من 20 سنة، الأول كانت في العين عقب حولت أبو ظبي في الطرف البيت من هناك في أول الخلة، وحين الله رزقني هاي في أول الخلة طر البيت من هذا من هالطرف. سبحانك يا رب. أنا متفق وياكم ساعة إني أول ما أرد البيت برويكم طريقة قص الهنبة وطريقة إنك أنت كيف يسوون للانضاج، تنضجه، هب تخلي ينضج فمه، لا الهنبه بالاخص، بالخص والتعيد، انك يعني يوم بيبشر انك تقطع منه وتزهبه في مكان روحه. الحين بربيكم الطريقه من اولها لاخرها. ما شاء الله اقول لكم وين وصلت الحبايه، اللهم لك الحمد. ما عندنا سياره منو اي سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا حياء، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش حال ام احمد ابو احمد؟ كله زين. بابا عيد السلام عليكم، كيف حالك؟ مرحبا، كيف حالك؟ شو اسمك؟ رحمة الله. رحمة الله والنعم بالله، بارك الله. تشتغل عند بابا عيد؟ شو يس بعد؟ يا رك الله. هذه الله يحفظكم طريقة من تبشر الهنباة، تبشر بهالطريقة يسوون على ما تشوفون. هذا ها شمروخ كامل، ها هذه خلوها خلاص، يوع الهنبة كامل ما خلوا ولا وحدة. صبري هني هني بنحطها هني. كله يقطعونها ما يخلون ولا وحدة. يقطعوه كامل شماريخ شماريخ ما يخلون ولا واحد. وانت سايق ما تخلي فيها ولا همبا، خلاص هذا يسمونه وقت شو؟ وقت الحصاد. هذا يسمونه وقت شو؟ وقت الحصاد. خلاص ما له خانه، حين تبتدي عاد الهمبا روحها تهتم بعمرها وفي صحتها روحها. خلاص قالت اللي علي اديت حمال وحملت وربيت وكبرت ونضجت عليكم، الحين انتوا الباجي، انتوا ابوي الحين تعبلون من الهست كله. فكوني 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 من الصدع والديانات، فكوني من الصدع والديانة. قالت فكوني بالله عليكم فكوني، لا فيا على الصدع ولا فيا على الديانة.
بس علي يوم اللي حمال حملت وربيت وما قصرت. قبضي. ايوه حفظ طريقة انضاج الهنبة. طريقة انضاج الهنبة وذوها. يلا عاد انت خلصي عاد. ها طريقة انضاج الهنبة. يبي من هال خلا خلاقين هاي الاكوين الفود الفود فهذين هذه. يلا فرشي كم وحده. ها هي ايوه ايوه لحفي ايوه. يلا بعد ثانيات. ايوه يلا ايوه شوف لحفوا هنما قمطوط قمط قمطوط قميط لحفي بعد فين. ايوه يلا ايوه يلا شليه وديها ودي ستور ستور. إيه الستور ما يكون فيه مكيف ضروري تسير وتبشر الهنبة وحده ولا هنتين وحده ولا شبه وحده. قطعوه عصفوها كاملة ما يخلون في الهنبة وحدة حبة وحدة ما يخلونها لأن خلاص هذا يعني جرس الإنذار تراني أنا ليه حامل ثب زاهد هذا مردودها روح الهنبة. فحين الانضاج عليكم انتو انا شبه انضجت لكم الهنباه هاي نمونة رمسته. تون انتو تقطعونه تحطون عاده هو مفروض سبت ولا سلة ولا صندوق وتحت تنحط يونية وينحط الهنبة وينحط فوق اليونية منقير وينكمر يتخلى في مكان دافي مثل بخار ستور على قولة المصريين بير سلم. المهم مكان ما في انديشة ولا في بنكة في البخار الرئيسي يعني 10 أيام 5 أيام 8 أيام شكرا ريج. نزلت الله يحفظكم تون الحساب مال انستغرام. ليش نزلت؟ لان وايدين يسالون حط الشيء هذا مره ثانيه. انا احطه في مكاني في حساب الانستا اللي هو الانستغرام وحساب اليوتيوب. حساب الانستغرام حطيت لكم اياه واليوتيوب وياه ضربه في نفس المكان. فاللي يبي يشترك في هذا ولا يطالع هذا ولا يطمس ولا يتفرج على هو. المهم ان هذا موجود على الانستغرام موجود على اليوتيوب. كان طبخ ولا نفخ ولا أكل ولا شرب ولا سير ولا يي كله موجود. دمكم الحين هالفنايل فنايلنا هاي اللي وال من الدلة الدلة غير. شوف هالفنايل غير. هاس كريميات وهذه بوي عنابية لكن أبوي أقرب شيء لقطناه هني وال من الدلال هن هذه الاس كريميات. شو بتسوي ما لقطنا غير هاللون يوال من جريب يعني مشي الحال. ما بمثل ابدا لازم اختكي مثل اكي ما بلازم. ما كمل حتى 10 دقائق بنية ومن... شو بلاك شو تبي تسوي التحين الدلوس الدلوس يا حزات. انت حين شو قررت انت حويت تبي تصير حين ليش تبي تروح وين تبي تصير تبوك يعمل حمام. لا شو يعني لا 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 شو حمام حتى بس الحمام؟ وين؟ ليش يلا استعيد؟ يلا سر عيد. وين وين؟ والله ها؟ وين خلاص وين؟ ما تبي الحمام؟ ما حبيتني ترى. صبر صبر صبر. بعد هذا زلق في. شوية بعد شوية. متى هذا؟ عن صبح العصر. صبح وأمس والعصر؟ متى؟ من الآخر. شو؟ كيف كذا؟ يا ربي مك يا صلاح. تعالي بابي. انت شو اللي خلاك تتكون حي كل يوم صلاح كل يوم نفس المكان ما لبوها ابوها نحط لك نلبس كخوذة هاي يلبسونها يلبس ياكل يبعش كده كل يوم وين بشكرك ايوه ما راح ويعان ها
شو عندك؟ وين صرت اليوم؟ وين جيت؟ انخلف. وبعد؟ بس بعد. صايم اليوم ولا فاطر؟ ما اعرف بابا. ما تعرف؟ ما تعرف اذا انت صايم ولا فاطر؟ انت. زين ما علي. انت شو؟ رياضه. ها؟ رياضه. رياضه؟ رياضه. غدا؟ ايه. شو تغديت اليوم؟ وش؟ متفوس؟ متفوس شو؟ ما اعرف. سمك؟ سمك ولا لحم ولا شو؟ ما تشوف شو تبي؟ ما اعرف بابا. انا اللي ما كله انت اذا انت ما تعرف. ما اعرف. ما له بارض يا رمس. ها نزلتوه بابا. اقولكم اليوم استوى امر. الصبح الفجر. ان شاء الله. بنعيد تصويره باكر الصبح الفجر. اليوم صورنا. خلصنا الحين لكم بارك الله فيكم. اليوم ظهرت من المزرعة ظهرت تليفون بكبرة من الخدمة أو من البرنامج. في يوم ردينا شقلنا التليفون امتسح اللي صورناه كامل، لكن النتيجة موجودة في البيت حاليا موجودة. باكر برد اسوي لكم الشيء قدام عينكم بالضبط. صورنا في المقصب وصورنا شيء بسيط، لكن الشيء الرئيسي الفيديو الرئيسي اللي فيه الرمسه مع صاحب المزرعه وطريقه التربيه كلي على الله يحفظكم امتسح. فبرد باكر من يده يديد. شو تسوي انت؟ عليه. عليكم السلام. سلم عليكم صلاح. فباكر من يده يديد برد نصور الصبح عقب صلاه الفجر. بنرويكم الموضوع. انزين واللي الحين موجود هو الناتج. الحين بنرويكم اذا الله جعلنا بحي. الحين مال صلاح. سلام. ما في نوم زين. ليش؟ ما اعرف. صلاح ليش ما ترقد؟ وين نوم كرسي؟ ترقد على كرسي؟ الكرسي يرقدون عليه؟ إيه؟ الكرسي لا، الكرسي يجلسون عليه، يرقدون على الشبريه. وين جاب حمام يا ابوي؟ انزين حجرك ما فيها حمام؟ شيء في. وبعدين ان شاء الله. شو ان شاء الله؟ العروس قالت انا ما ابي واحد مفلع. انت تعرف ليش تمشي وتطيح؟ شب ما تشبع رقاد الحين. صحي ولا كذابه؟ ما اعرف. هي ما تعرف تتكلم وانت اللي تعرف تتكلم. شو اللي طيحك؟ كيف الحين طاح؟ كيف شو صرخ راسه؟ شو اسمك؟ كيف هو كده هي فول داون؟ عشان هو ما في نوم زين، هو اقوم بدري بدل. شو صلاح؟ متأخر. شو عيال؟ الدنيا ما يخرب. شو صلاح؟ خلنا أعرف. شو خدية تعرف؟ أعرف. يعني الحين هي كذاب ولا صدق؟ ما بصدق؟ لا. خلاص تنزل. خلاص خليها تسافر؟ خلاص أبوي كسير الحين ما يبغي صلاح. يبغي خدامة جديدة. بنعطينا حتى بنعطي دواركا. ايوه. لا انا ما بمينو. شو هاي انا باخذها وبعطيك دواركا. أيوة. لا 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 ما يسمع. انا ما يسمع كلامك. خلاص. ليش ريد انا ولا كل انت؟ ليش ما يسمع انا اذا ريد انا؟ جدي. يلا باي باي. هي لا لا بني بخدامه جديده الحين دواركا. يوم ما تسمع رمسته تبرك على صدرك. ايوه. هي تكتم الانفاس. عمره 6 شهور و16 يوم. عيل عمره 6 شهور و16 يوم. وزنه حي في المزرعه 270 كيلو. من المقصب ظاهر 135 كيلو بالضبط. 50% طاح منه. 50% طاح كروش وسوائل ودمامين. وشوف الحمته. شوف الحمته ايش قايل؟ ما في الحاضر مدح. شوف الحمته ايش قال بيضه. شوف الحمته بيضه ورديه. بيضه ورديه الحمته. شوف الحمته سمن لي في الدنيا كله فيهن. هالعيول الله يحفظكم. ها طاعوا يقصبون لك يصلخون حتى الراس.
والكبد يقطعوا لك اياها ويجيبوا لك كراعين. وشوف الكرشه، شوف الكرشه بالله عليك منظفه، شوف كرشه حيث انهن شبعانات لبن، شبعانات لبن ياخذونهن، ياخذهن راعيهن من المزارع، المزارع المتواجده في الدوله يجيبون له حتى من السعوديه منهن عيال كم من يوم، ويتعبل عنده فريق كامل اختصاصا يرضعون ويربون. وعنده هاي المزرعه مزرعه تسمين عيوله، مزرعه تسمين لعيولها موجوده هنا في ابو ظبي في النهضه. صرت انا اليوم الفير وصورنا وخلصنا عقب ما تنقيت هذا الاولي، وانا ظاهر بوي الخدمه ما كانت موجوده، يوم حولت على الانترنت ابوي فصل وامتسح هذاك اللي صورنا كله اللي صورناه، لكن باجي عندي فيديو او فيديوين ما اليوم ودينا المصلاخ، يعني شيء عجيب غريب. كل الجهات في الدوله تاخذ من عندهم شيء عيبني، وقلت بصور لكم اياه، وانا تحيد وما اصور لكم الا الشيء الفنان. حمت ايش قايل؟ هبياي الحمه اسود شرات التيوبات، ها طلع طلع الشحم ايش قال لي داخله؟ شيء لا صار ولا استوى، يعني 135 كيلو لحم من عيل، 135 كيلو، والعمر 6 شهور و16 يوم، شيء اكبر شويه اصلا كان اقلهن العيول اللي عندهم اقل عن سنه، لانه شبعان لبن، شبعان لبن. فتلقط كرشته النون بيضاء، شوفوا وريحته خنينه، ما تقول ما تقول كرشه، ما تقول كرشه، شيء لا صار ولا استوى. واسعارهن وايد موافجه، وشغل مرتب، ومطعومات بفحص من الحكومه تيهم ابوي على حسب التغذيه وش يطعمونها، كل ابوي تبع الدوله، تصير ابوي الحكومه الدائره مال الصحه، يعني يصيرون ليل مزرعه بفحص دوري كل شهر هم وغيرهم، يا غير هذه لانها مزرعه اسمها الله يحفظكم مزرعه النهضه للابقار، وهي اول مزرعه للانتاج الحيواني تسمين لعيوله. الرضع في دولة الإمارات متخصصين في التسمين، تسمين العجول تخصص، ما بالله أخذوه غلو، تخصصهم وتحت إشراف طاقم داعم لوجستي لجهاز أبو ظبي للرغابة الغذائية للمزارعين، عالية الجودة، لحم فنان ورقم واحد. أنا ما في الحاضر مدح، هذا ترى كل عيل واحد، هذا عيل واحد، هبيك عيل مخاقة الحمتة تحراها الشمع بشرات الزراري غادي الله يعز النعمة، لا الحمى لازم تكون شوية يالدة حق تقبض في الهريسة، تتقاود تغدي الهريسة، هبتغدي شرات اللمبو، لا الحمى لازم هالنمونة، ولازم تغدي بيضة، إذا تغدي الحمتة السوداء العيل معناته هذا فوق عن السنة، فوق عن السنة من المزرعة وتربيته سنة كاملة، هذا يكلف أرقام كبيرة. أول بادي 3-4 شهور يزجونه حليب ويطعمونه زج حليب، لكن لازم العيل حق تغدي الهريسة بيضة لازم أقل عن السنة، ولازم سمين، ولازم رضيع، لازم سمين من يوم يومه، من يوم وخيدة زج أبوي حليب وطعام. فلذلك تلقط العيل ملتج، العيل عيل ما بعيال، فرق بين العيال والعيل، هذا يسمونه العلي، العلي العيل الفنان، العيل الفنان المتوازي اللي بيتفطر من السمن وروكه ملتجات. الصبع اقول لك ليتني اللي صورته. انزل المهم تعرفون شو السالفه؟ السالفه ان انا اخذت عيلين، هذا عيل والثاني قلت لهم باكر بناخذه، لين ناخذ هذا ونثلجه. خذنا ابوي سيايرهم روحهم عندهم يشلون يودون ابوي المقصب، مقصب الحكومة، ويقصبونه ويقطعون الطريقة اللي تباها ويجيبون لك يا لين البيت، يعطونك إياه وهو في المقصب يتازنه الحكومة ويقولون لك عيلك هالكيت وزنه، فيوزنونه في المقصب حي في المزرعة حي، ويازنونه خلاف في المقصب من عقب ما يقصبونه ويقطعون قبل، وهم ما في حد بيخف منه ولا شياته، يجيبوا لك الورقة من الحكومة، من مقصب الدولة، من الحكومة مقصوب ومعلق موزون كوزنه كامل، يعطونك إياه بوزنه كامل. أنت عاد تقول أنت تباه حق ثلاجة، تباه حق هريس، أنا هذا حق هريس، الحزب حزة كيلو، كيلو نص، كيلو وين، أساس جد الهريس ترى
يعين اللي ما يعتين زان اللي عندهم في المزرعة من 150 كيلو لين 390 كيلو، العمر من 3 شهور لين 8 شهور. التوصيل بغيته حي تشله، بغيته للمقصب بيشلون لك، بغيت تصدق به تذبحون وتصدق به من المقصب اللي تبغى. ترى اللي بيصدق بوي ما بلازم يصدق بثيران كل ثور بويه لحمته سودة ما ينكل، لا اللي بيصدق بيعطي وبيخدم وبيطبخ يطبخ بهالنمونه، ولا لا يطبخ. الهريسه ما تطيب الا بالحمت العيل، الحمت العيل ولا غيرها منازع. لا تقولوا ما حد قال فكم ياسين يشيسون للثلاجه، يعني كل حد على حسب الوزن اللي هو يريده، على حسب كم. مثلا يعني نحن نسوي قياس كيلو لحم 2 كيلو حب، لكل كيلو لحم 2 كيلو حب، هذا وايد ضروري كم من حب يسوي في اليوم، وعلى هالاساس يظهرون ابوي اللحم اللي يسد الحب. نحن نسوي هذا القياس المعتدل، في ناس يسوون ابوي كيلو حب وكيلو لحم، نحن لا ابوي، نحن نسوي قياس ابوي الكيلو اللحم كيلو وين حب، والدنيا مطرجه. حلال انسان مواطن خايف من الله مصلي مسمي منا وفينا ولد الدار، فلذلك عنده رقم يغطي جميع انحاء الدوله، اي طلب يجيهم من اي مكان وهم شغلهم ماشي من الاساس. لكن انا حبيت افيد واستفيد، انا ترى بايعوني نفس السعر اللي تاخذون انتم منه، بيز ما عقوا عني لان اسعارهم موحده، وهذا ابوي حلال المزارع يعني، وصبروا عليه نحول كامل 10 شهور 5 شهور وهم يرب. اقول لكم العيول اللي عندهم عجب ما يحتاج تتنقى اصلا، حلال مربين وتعبانين وشقيانين، ما بيبي يسوي البيع للصب خلص، لو واجف عليهم ماخوذ بهالكثر تسعيره الحكومه، او ما فيهن الهزيل ولا يوجد فيهن الضعيف ابدا، مش موجود ابدا. فلذلك من السير تحتار، انا اخترت اثنين، واحد انقصب اليوم والثاني ان شاء الله باكر الصبح عقب ما اصلي الفير بسير بسرح جداهم وبنحمله قدامكم برويكم اياه. عيال الثاني هذا عمره 10 شهور بعد اسوى عن هذا، الثاني وزنه 380 كيلو، هذا اللي حاجزنا هنا عمره 10 شهور، والاغلبيه كلها ملتشات 99% ملتشات تحرهم يتفطرا، وكل التغذية بما يرضي الله حسب الرقابة مالة المستهلك مال هالبوظبي، يعني لها اسم ما يسمونها رقابة المستهلكين ما يسمونه. المهم هم ابوي يصبحون يمسون عندهم شيء وايد جيد وممتاز ورقم واحد. انقصب اليوم الله يحفظكم، بنرميكم الحين صورته وهو في المقصب اثناء القصب، والثاني باكر ان شاء الله بنظهره الصبح يعني، بس راح ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين وبنصوره. هذا الحين ترى كل شيء ميزان حفيظ، والميزان ميزان وين يبرب الميزان بسرعه عاده، يا الله انقفض. ها شوف ها هذا ابوي نحن شغلنا كله يازنونه، ها كل خريطه بميزانها يازنون، ما يحطون شيء يحطون عليه بالضبط ويردون عادي شيء يكون عليه واحد واحد على الوزن، فيشوفون القياس على حسب القياس الحب اللي هم يبونه. نحن قياسنا واحد كل من بهالرمضان لين ان شاء الله ينفصخ الله جعلنا من الحيين، دفاعت بلا عن الاحياء والاموات وعن امه محمد اجمعين وعن حكامنا وعن اولياء عهودنا وشعبنا واصدقاء عن الحي والميت يا رب العالمين. صبحك الله بالخير، هذا عيلك حبيبي ويذبحونه ومعلق، ما ادري بك تشوفه انت وافي ولا مش وافي، يا الله تقول بني ادمين اثنين واقفين عداله ولا مبيني. هذا الله يحفظكم، لتوني حطيت لكم في رأس الخيمة شيء من وعب
اللي هن عبارة عن صغارة المزارع وعاب ومهيورات، الأغلبية مهيورات يعني مالهن، أو هلهن مهملينهن. أتمنى أن هلهن يردوا لهن، لأن مناطقهم جميلة، وراس الخيمة كل شبر منها يسوي أبوك 10 ريايل. كلن يتمنى يكون عنده مكان أو موطة رجل في راس الخيمة. راس الخيمة بلد كرم وشرح وأهل طيبين، أرض طيبة، أرض راس الخيمة روحها تربتها تحرها ورس، تحرها مزيج من زعفران ومحلب، ريحة لاحظوا أي أرض يها السيل ريحتها تغدي شرات الطين، إلا راس الخيمة تغدي ريحة عطرية شرات أخص راس الخيمة. أرضها من تمطر من يهم صيب سبحانك يا رب، من تيل الوديان عندهم غدت ريحة أرضهم تحرها زعفران. من بونها راس الخيمة أيام الحمرانية الأول، أيام الحمرانية من يبرك لبعير ما يبين إلا راسه وسنامه، راسه وسنامه يبين. من أرضهم جيدة، أرضهم وايد ممتازة، كل شيء يطيب فيها، كل شيء يطيب فيها. أرومي خطف علي الوقت ولا دريت به، وأنا لما المطبخ لين شرق لين غرب. وعلى فكرة اليوم يوني جماعة اللي يقومون اللي يسدون عن كل شيء في العرس، يكون يوم بيستوي عندك حفل زفاف انت ما عليك إلا طرق البشت. ومع اجتمعت وياهم يمكن ساعة ساعة ونص، حتى اليوم الجم ما صرت. والسب شو السب؟ المتعهدين مال الأفراح زيمك وغير ما شيء، كان ذكور ولا إناث. المهم اجتمعت مع عدة شركات، وفيهم المباطنين، فيهم الوافدين، وحتى شيء شركة والله من البحرين. يا غير الحمد لله وقع الاختيار على شركة بكرة بتي، ونحط النقط فوق الحروف. انيازوا وشفتهم بيسووا لي سعر مناسب، ترى خبرت ابوي الجمهور كله، وان شفتهم الا سعرية سعر العرب العاديين. لا يا ابوي، لا اعلن عنهم ولا بقول حايل منو، ولا يخصني لا فيه. الشركه بيتي من العين، شركه كبيره ومسوي، ولا اريد كوش وموش مال يورو منكر، اريد حق عرس ولدي شيء على قد الحال يسترنا ويملنا قدام العرب. فوايد شيء رقم كبير من الافراح في الدوله لعده اشخاص، يعني ناس وايدين يعني. فانا من حالهم انا ما اريد الشيء مال بطره حافل. انا ابوي ما من الكمبانيه الكبار، التحرم ابوي ترى الاسم شايع والبطن يايع. اللهم لك الحمد، استغفر الله، والله اسوي وياكم سوالف. الحمد لله والله ما علي قصيره. الخيكات اعطت اسعار خياليه، قلت ابوي انت ابوي ما بصاحي، انا ابوي اريد الشيء ابوي لي الانساني مدريول على قد فوقي وتحتي، فوقي سمن وتحتي سمن، ومطرش بعدني بربره يزيدوني سمن. اللهم لك الحمد، مره ما نشكو باس. ادفع الله الشر والبلاء عن كل من تيمل، وكل من كل هالعرب ما قصرت الحمد لله ما علي قصيره. انزين المراد، فعلى حفظكم باشر عاد بيون شركه بتي من هال من العين، شركه مواطنه 100%، مؤسسه فرديه، وقاموا باحياء او قاموا بترتيب وتنظيم افراح عديده، وسالت عنهم حتى المعاريس، وسالت عنهم العرسان، وسالت عنهم هل بالمعاريس، وكلهم قالوا ابوي شغلهم زين موافج. يا غير تريق انت تعطوني سعر موافج وتوكل على الله. هذا باكر بيون بنجتمع ضربه، واجتماعنا ان شاء الله بيكون الساعه 11 في الليل. قلت لهم هبتوني على فطور، انا ابوي انا فطور ما يلس ويا حد ولا اي لسات، فطر لو يهلي هنا المغرب هاي الوجبه الرئيسيه. متى؟ قلت ابوي تعالوا صلوا التراويح وظهروا. قال يون الله يحفظكم الساعه 11، بني للساعة ساعة ونص وياهم وبنتوكل على الله. فاليوم أقول لك أخرت، والله ما دريت بهنا الساعة 12:30، ما دريت الوقت كيف خطف. ترى يو اليوم شركة ويو عقبهم بعد اللي نزلوا اللحم وما أدري شو بعد هاي اللي هلب اللحم، شغلة طويلة عريضة. الله كريم مسهل الله سبحانه وتعالى. هذا أول فرحة عندي، أنا أول واحد من عيالي بيتزوج الأولي، والله
اخ الله سبحان الله، مفروض يكون عرس الاول العود وعقب العرس الصغير الولد العود، ما الله خلاه الحين دار علي حوم. سبحانك يا رب، ما الله كتب لي في نصيب، ان شاء الله الوعد وياه في بالجنه يا رب العالمين. قابض هالدلخ يصورني، يا سلام يا سلام، كبت يمشي بك الله يا القطار. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ كيف انت؟ تاخرت علينا اليوم. تاخرت يا ريال، حذربان هناك؟ يوني بيتني مجموعتين، اهم مجموعه هذا مال هل بالعرس اللي مال تنسيق مال في زين. شو عندك؟ ارضم انت ارضم، لو انا منك ما باخذ 6 سنين. يلا يلا. ما اكلت انت؟ واحمد سام عليك، سامحوني تاخرت عليكم اليوم. لا خليت منك زين، هني عندنا العميد. لا خلا ولا عدم من هالورده. والله مليون مرحبا ابو خليفه حبيبي. ايش حالك؟ لا خليت منك. سعيد بالروغه، انت بخير؟ بخير بخير، يوم انت بخير. الحمد لله الله يجعلك بخير. هني عندنا تراب ندوك. شوف هناك عبد الله، سلام عليك. الساعه 4 خبروك؟ يا الله حشة، هذا عيال عيال خدك ما حد يقول لهم شيء. لا ساره وفضحوني. قم عيل خليفي، قم قم قم. ليت يوم يابت ما يابت، من دس عند الله، من دس ما يباني اظهره. يا ربي يلا الدلخ لكل تبوي من كل ما تشتهي النفس، لكن اهم تعال خاطري اطلع طويل. شو حاط؟ بطالع شو حاط؟ حاط سلطه وصافي. يا رك الله يا رك، بسم الله عليك. زادك حلو؟ ما زينك يا طويل، ما زينك ما زينك ما زينك، ما شاء الله عليك ولا عولت من هاك الان الى هالان. من منو؟ لا لا ما بيقص ايهاب ويحباله طويله هذا جاهل. لا لا ما عليك باس. هذا غداي ترى من هالصويفيات اللي عليها رضوان من الله، صافي الظن وحيدة. اثنتين ثلاث صغار على تحرون كبار صغار. يقولوا لي تكود دهن بوية المقلة بلي دهين ما يستوي، بلي دهين ما يستوي. لا بد ولا عذر، دهين ريحة. وها بعد دهنة الخالي، حافظ الله عليك يا الخالي. أقول لك رأس بصل في كل المطبخ. يا ريال بس عليك. شوف السرير، خير تشوفني اسوي انا؟ بس 24 ساعة طالعني، الحين انا بكبري عندك. اطالعك الليلة، اطالع العيون انا صورتك. الارقام ما لقاها. يا ريال خبير ترياني في البيت. زين ما عليه، بطل شيء على الواتساب لي. ما اعرفه انا رقم واتسابك. يا الله يا الله عاد عيستني حبلت. هذا يبقى رقم راعي العيوله، هاي رقم مزرعه. خلص تلفوني ما طايف افتح. الله يا رب البيت والحرم. صوري بعد اخزن رقمك. رقمي ود لا حلو لا رقمي، رقم ما بحلو، لو حلو سجلته. الاحلى رقم رقمي. الله يغارب. اي والله عيز وهي تريا. شو ها وصل سناب شات لما يخلص اظهر انا سجل الكاميرا. زين الحين يلا سر. ها وين هذا؟ اظلم تلفونك. اظلمه هذا محمد جاسم. هي. بن محمد بن علي المزروعي يا سير مس الخبير. وهذاك الحين وين؟ في بيتهم ولا حجنا لين بحيوزه النصاني. اي نعم هذا جاسم بن محمد بن علي المزروعي، اخو المعرس علي اللي انا مسمينه بو. اي خلاص بيطلع هيك لاي كلاود منه وبيصفر الجهاز. وحين ياسل له يبي يعطيه ما ادري من من العيال تليفون، وقايل متصل الحين في الخبير خبرني كيف امسح ما ادري شو الريسيت ما ادري شو الريسيت ما ادري شو يقول له. كل الراتب وذعت البشر كل هالناس عرفت الحين شيبه منك. برجاء الافاده، في ناس يقولون زياده الارقام الوهميه هذا حقيقي، وحد يقول شو الفرق؟ انت تقول الحين انا ازيد لكم في شركه الخالدي تزيد متابعين، في ناس يقولون هاي يعني متابعين وهميين، صح ولا غلط؟ هي الفرق بين الوهمي والحقيقي بتشوف الفيو تحت انت. اها يعني بتشوف اذا بتحط مقطع فيديو بتلاحظ انه في ناس عم تدخل وتشوف مقطع الفيديو عم تلاحظ فيو. مثلا بس لما يكون وهمي مثلا واحد انا توك راويتني حرمه الفلورز عندها
ما يقارب مليون. لكن مليون بس مشاهدات على الفيديو بتوصل إلى 10,000 و7,000 و6,000. ليش؟ حسابك فيه 40,000 والمشاهدات أحيانا بتوصل لل 70,000. في فيديو عندي 200,000 تدري؟ بيوصل لأنه عندك أصلا متابعين حقيقيين يعني. مش وهمية. لا أنزين هذا عني أنا. أنت تقول في شركة الخالدي أنك أنت تزيد الفلورز المتابعين حقيقي. ليش أنت غير؟ لا منزيده حقيقي منزيده حقيقي من المنطقة يعني لأنه أصلا إحنا راح نحط لك محتوى جيد. ايوه هنحط محتوى بالانستغرام اللي عندك شيء جميل علشان يشد الناس. ايوه وبما انه احنا عم ندير الحساب راح نضل نضيف اشياء كمان تفيد الحساب. ايوه اشياء جميله عشان نشد اي حد يجي يعمل لك فولور يعجب بحسابك. جزاك الله خير على ابو محمد. بس ما عندي سالفه ما اللي سالته السؤال. يلا صبحنا على خير. تخبركم وين بسير؟ انا تريح من عقب ما صلي الفير بسير المزرعه في النهضه حق اصور لكم العيل الثاني اللي اليوم بنقصب اليوم ان شاء الله اللي وزنه 370 كيلو وزن هذا الحين بناخذه ان شاء الله اذا الله جعلنا بالحيين وعمره 10 شهور بنصوره اثناء الشل والحط ونصور خلاف بعد يوم بيوصل اللحم. عيل ترى مبثور فيه حتى لك كيلو. انا ما يخصني في الفقاص هذا اللي تو راضع لبن يكرونها طعم لحمته بمره ما تتشاهد. اهم شيء للحمه يسمونها للحم البالغه الشيء المستوي في طعم لحم ما بطعم مثل لمبو ما لاي طعم. الحمه طعمها لازم يكون لحم. للحم تكون يالده يعني متقابضه مبشرات الروبه ولا شرات المخاقه. هذا الفرق بين البال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير. وين ساير؟ ساير يعلى الله يحفظكم. وخبركم أنا وين بسير. قال لكم بسير مزرعة الأبقار اللي هي المزرعة اللي فيها العيول. البارحة التصوير فراض علمنا وإن شاء الله أن اليوم بنصيب بالهدى. المزرعة في إكزت 50 من بعد الجسر النهضة اللي هو يودي على وين مرجان زايد قبل هذا النهضة والوثبة. هذا الجسر اللي يوديك جدا المهرجان مهرجان شيخ زايد الله يغفله زين. تتعدى ويسيده من عقب الجسر بكيلو تقريبا او 700 متر بيجيك اكت 50 على اليمين بتشوفون اليافطة مرة محطوطة على الاكزت اللي هو اكزت رقم 50. هذه الله يحفظكم مزرعة النهضة للأبقار وهذا الاكزت رقم 50 ما يباله دق طبول ابدا. تنزل ابوي في الاكزت 50 تيك الجسر هذا الجسر هاي لافتة وضبي تلف ابوي لين عندنا الكهرباء اللي تشوفونها هاي لاك من هاك تلفون يسار طريق مرة ما بضلالة أبدا ويافطات وين ما تصير يافطات. هذا النفق اللي نحن ظهرنا منه ما الأكزت 50 اتجهنا بويها تلف يسارنا من تظهر تيك اليافطة هذه جهاز أبوظبي الرقابة الغذائية تخلي بوي عندان الكهرباء على يك اليسار وتقبض الطريق هذا سيدة كتش تقبض بوي على الرستة هذه. شفت الليت مال السيارة اللي هناك ان شاء الله ترمون تشوفون ذاك وين هاي شي المزرعة مرة ما بضلالة رستة يصير الصالون يصير التاكسي يصير الجيب يصير كل سيارة في الدنيا تعد وتذكر ترون توصلوا بهذا الطريق هذا مرة ما بضلالة ما بضلاله ابدا ما بضلاله. طريق هين سلج لا في رمله لا في قرقعه لا في همك الله ولا في ولا هم يحزنون. تشوفون على ما تشوفون من زرعه النهضه الابقار طريق سيده لا يمين ولا يسار. هاي بوي زرعه الجماعه تلفيني
هذا المدخل الرئيسي مال المزرعة، وسيد هذا مدخل على العيول. احنا عادة من جداهم بصورهم بخبركم عن كل شيء ان شاء الله. حفظكم هذه مزرعة احد الشباب مايد الهنداسي. اخ مايد سلام عليك. بعد ما بطاع يظهر عمره. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يطرح لك البركة في هالحلال. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو سر سمن عيولتكم؟ ليش عيولتكم هالنمونة؟ ليش يعني غير عن العيول؟ ترى السمن هذا السمن يوم تشوف العيل هذا تشوف روكة متراصات، هذا العيل ما يطالعون ظهره شوه متواسي بعد حسبت كني يا غاي هذا يا اخي السلفي. شوف ما شاء الله. شوف ليش ملتشات من السمن ابو محمد؟ التاسيس صح. هي التاسيس صح والعلف ها طالعوها طعامهن زايد عنهن، ما بحاطي لهن قوت عن لا يموت. هذا سر النجاح، واللي يبي دبشه يغدي حلاله طيب لازم يشبع الدابشه. دابشه ما يرد حالها وتسمن الا اذا انك مزرت بطنها، واللي يعرفون الرمسه هل بالحلال. ليه بغيت الدابشه تعتدل لتشها اكل خلها تاكل، والدابشه ما من تضعف تهاجمها الامراض، تهاجمها الاعواق، تهاجمها البكتيريا. ليش؟ من الضعف. الضعف طالعوه ما شاء الله طالعوه. شوف السمن، شوف السمن تبارك الله. الحمل واحد من عمر الأربع شهور نعم لغاية السنة لين ما يكمل سنة. هي نعم لحمه واحد ولا هي يتغير. هي بيضة، لحمته بيضة. اليوم أقول أنا لحمت العيل والله يا هنداسي أنها غير نمونة، غير نمونة لحمت بيضة كأنها قطن. ما شاء الله ما شاء الله. ما تباهن يلتتشن، لازم بيلتتشن. أشوف هاي شاب حد أعرفه، حرام يني شاب حد أعرفه بعد قصيروني. شو سر ترتيبك هوايك للدبش؟ من وين تعلمت؟ شو هذا الحين هذا كله؟ تعلمنها من زمان يعني من سنة كم الحين؟ من سنة 2005 تقريبا متأسسة المزرعة. والله من 2005. 2005. ما شاء الله. بديناها بعشر روس. إنزين. وهواية حلوة. بعدين استوت تحولت شغلة تجارة. نعم. ومن بديناها من 10 روس 20 30 والحين الحمد لله المزرعة تنافس مزارع عالمية. سبحان الله. لتسمين العجول يعني ما شاء الله. من وين انتاجك؟ من وين تجيب؟ انا ما اشوف بقر عندك. انا الانتاج ابغي بالضبط من طاطا الى سلام عليكم. هذا من طاطا الى سلام عليكم. ناخذ طويل العمر العيول من مزارع الابقار. ابقار اللي في الدوله يعني. نعم. زين تاخذهن صغار. تاخذهن صغار عمرها 14 يوم 10 ايام. نعم. يعني هو العمر الخطر هذا الواحد يغامر فيه. اي نعم. بس يتاسس الحلال عندي من العمر هذا. هي هي. تأسيسك لهن العيولة استقبال اول شيء نستقبلهن نزيل على تغذية صحيحة نزيل شو ما شاء الله حليب ها حليب حليب شو نوع الحليب اللي تعطونه حليب هولندي نعم احنا وكلاء في الدولة هني ما شاء الله من اجود انواع الحليب ومستخلصه الحليب هذا طويل عمر من نفس من الحليب نفسه يعني من البروتينات الفوائد اللي فيه كلها من الحليب يعني مش من الخضروات ولا من تركيبات ثانيه ايوه ملاح ثانيه هي هي هو يعوض عن حليب امه نعم عرفت هي نعم نفس النيدو يعوض الياهل عن الحليب البديل يعني البديل هي هي يعوض عن الحليب الام لمده 3 شهور بعدين دخل مرحله الفطم من مرحله الفطم يتغير العلف عنده ويتغير الاكل حتى هنا انت تدري ان الحمه الرضيع اللي بعد ما قرم هذا ما حد ياكله الحين العرب شو يسوون يصيرون الله يحفظك يصيرون المزارع وياخذون العيوله هاي بمهات 5 ايام 10 ايام بقلل اللحم ما لحمهم ما له طعم صحيح ما له اي طعم لان لزوجه اللحم بعدها مش في لحم مثل هي والله مثل
انا اسمي البمبر مثل مخاط الله يعز النعمه مخاط انا ما تكون لحم هي نعمه تكون لحم اللحم تتكون من يقرم من يقرم كان تيس يعني من بعد الشهرين ونص ثلاثه خلاص اللحم يتغير واللي في المزارع مستحيل يخلون العيول لين شهرين ثلاثه ما يخلونها هي عليها هي خسروا لانهم يبون ما ربوا البقر الا لاجل الحليب هي سبحان الله شوفوا عسه شوفوا الرقبه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وستين منو داعم لكم منو يدعمكم المشروع هذا وايد كبير والله الحكومه مش مقصره جزاهم الله خير حد غيركم مسوي مشروع حنمونه والله هذا اول مشروع ما اشوف اللي مسوي يعني. يمكن في واحد او اثنين يمكن قاموا الحين شوف الله عليك هذا العيد يا هذا كم عمره حينه؟ هذا عمره في 8 شهور. 8 ها؟ 8 شهور. اسمي عيل. زين وايدين تم يتخبرون على الاسعار. انا ما اعطيتهم لا سعر كم ماخذ ولا غير ماخذ. هل انت بتطري الجماعه؟ هي عادي طري الاسعار عندنا متراوحه من صبر انتم منو اللي يشتري عندكم الحين حاليا؟ الحين مؤسسات كبيره في الدوله من الشركات الكبيره. نعم. اللي في الدولة عندنا الحمد لله يشترون كميات كبيرة يعني أسبوعية أيوة. لهم أسبوعي إنزين وفيه عندنا طويل العمر المواطنين جمعيات خيرية يأخذون يوزعون إنزين هي نعم اللي بياخذ بيتصدق وبيعطي وبيجسم ياخذ أبوي شيء زين ويذبحه هبي يذبح أبوي الثيران الثور الواحد كبر اللندروفر لا يذبحون أبوي العيولة اللي بعد ما دار عليه حد بتطعم عط اللي انت تطعمه عيالك بتجسي جس اللي انت تشوفه احسن ما يكون ها بتعطي واني وتعطي بوبلين وتعطي ثيران كل ثور ابوي كبر السياره لا اللي بيعطي بيطعم بيت ولا صاحب ولا صديق اما يشتهيه روحه ولنفسه يسخيب للعرب اللي من غير لان العرب ابوي يعرفون العدل من المايل الناس ابوي ما تفا الشيء اللي ما بزين وياكلونه الحمد لله رب العالمين الناس ابوي الحمد لله شايفه خير وخضره يعني هذا شو الحين العرف كله ذره هذاني ولا ذره صويا فيتامينات يعني العلفه بيضة العلف انتاج وين هذا انتاج من المصانع اللي في الدوله بس خلطه هاي خاصه لي انا يعني التركيبه هذه ايوه طلبي انا ايوه يعني أنا لكن انتاج الدوله هذا انتاج الدوله هي من مصانع الدوله اي نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا بحياتي ما شفت حد يطعم هالنمونه اللي يطعم يعطيهن قلم من ذل قيس الا ما يسكتن هذا بس ما بتعطيك انتاج انا اليوم عندي العيل اذا امي يعني اذا اصلا لو ما تطعم هالنمونه ما قد العيل هالنمونه متواسي انا اقول لك بحياتي ما شفت هالنمونه الحمد لله ما شفت الكبر خيبه هالنمونه ها متواسي شوفوا تحرى مندوز العيل القادي ما شاء الله تبارك الرحمن تعرف المندوز نعم اعرف المندوز والله طوله وعرضه واحد كان حد شاف عيل طوله وعرضه واحد يكون يعني يوم تنتج العجل ما يكون مكرش هي يعني انا اللي في بطن ما في فايده لا ما في فايده هي لا لا هذا كله يتحول شو كله لحم هي نعم هي نعم هي نعم العيل عندنا لو تنقص انتاجيته 1% يعني ما يعطيني انتاجيه ال 1% ينفصل من قبل لا يتحول على لان انت لانك الحين تبيع بالوزن صحيح بيعكم كيف بالوزن شو الفرق بين السعر اسمعني حبيبي شو اسمك انت مايد شو الفرق بين السعر اللي موجود عندك واللي في السوق الحين انا يوم بسير الجمعيه باخذ لحم عيل هذا هالنمونه بذبح محلي صحيح كم بحصل الكيلو؟ ب 54 وانت هني بكم يوقف الكيلو؟ انا الكيلو عندي ب 16 درهم شوف انت انا عندي حي ب 16 درهم انا ابيع الشركات والامور هذه ابيع لهم اياه ب 32 مذبوح جاهز ب 32 درهم الكيلو وهم بكم يبيعونه؟ ب 54 ب 57 على هواهم هنا الله يحفظك ما صلى المصلي وصام الا يبغي في الجنه مقام لان ما خذوا الا يبون يتفودون يعني لا والله انتاج شغلته زين والله يطرح لك البركه وسحبات الشركات الكبيره اللي مثل الشركات اللي موجوده عندنا اليوم نعم. مثل السوبر ماركتات الامور الكبيره اللي موجوده نعم سحبهم كبير والله اللي الله مرهي عليه بين فتره والثانيه ابوي طخ له 15 20 30 عيل ويوديهن المقصب ويقول ابوي دفاعت بلا عني وعن عيالي وعن هالبيتي
يتصدق بهالنمونه. هل انتم الحين انا جيت انا اشتري، انا لا عندي بيك اب لا عندي سياره، جيت انا المزرعه، كيف اقدر اريد؟ انا ما اريد ابوي اوقف واتعب عمري. انت تازنون العيل من عندكم، ناخذ السياره من عندنا تطلع توصل له اياها للمسلخ. انزين، حب يستلمه من المسلخ يطرش سيارته يستلمه من المسلخ. انزين، حب ياخذ حب حد شراتي انا مثل ما سويت انا الباقه. نعم. نوصل له اياه مره من عندنا للمسلخ على التقطيع اللي يبغاه. يخبركم انتم شو تبوا، شو يبغى؟ حق ثلاجه، ثلاجه اباهن، جوايم، جوايم اباهن، مقطعات نص بنص، ربع بربع، يقطعوا له اياهم في المسلخ ويستلمه، او ان سياره من عندنا تظهر مبرده توصل له اياها للبيت. اي كان مكانه، اي مكان، حتى لو دبي، حتى لو ان شاء الله الفجيره، والله لو يبغاهم في السعوديه نوصل له اياهم. ما شدك ومقواك، ما شاء الله، ما اقول عنك شيء. اصغر عيل موجود عندك للبيع كم وزنه؟ اصغر عيول عندي او كم سنه؟ سنهن 3 شهور ونص. زين، اوزانهن 150 كيلو. ابو 3 شهور ونص. 3 شهور ونص. نعم. تعرف محمد العيول الصغيره هذه لا شوي غاليات، لان من العيل من يزيد وزنه يعني فيه يكون مربح، البرسنتج المربح نعم خفيف يكون من الكبار. لكن العيول الصغيره لان يكون على حليب وعلى علف فما بعد ما ظهرت الفائده انت، فيكون اسعارهم شوي اغلى عن العيول الكبيره. يعني والله يعني العيل ابو 3 شهور ونص يكون سعره 3900 درهم، 3800، 3900. كم هذا كم يعق لحم؟ يعق يمكن 80 كيلو، 70 75 كيلو. والله زين، يعني يطلع الكيلو بكم؟ الكيلو تقريبا يوقف له ب 17 درهم او 18 درهم. والله زين، يعني ما بغالي، يعني لا يكون الكيلو ماله تقريبا ب 34 درهم. لان ما فيه خلاص، انت بعدك ما دخلت في مرحله العلف، وزنه ما يزيد عندك، عرفت؟ بعده ما زاد الوزن. ايوه، على يعني هذا امهات 3 شهور و4 شهور الصغار. هذا يعق كم لحم قلت لي؟ تقريبا في حدود 75 80. انزين، على الافرج هذا، ومن يكبرنا شوي يبدا يعقنا 90، يعقنا 100 كيلو. صافي. اليوم عيلي انا وينه اللي باخذه؟ عيلك واقف على الميزان. يا سلام يا سلام، اكد على وزنه. ايه، قبل هذا ما يكون انه وزننا غلط، تاكد من وزنه قبل. يا رك الله ما تسوي الغلط. محروس محروس. عيلي انا هذا كم عمره؟ عيلك طويل العمر عمره هب البارحي. لا، العيل اللي ما اختارنا البارحه هي نفسه. انزين، 8 شهور. 8 شهور. نعم. كم وزنه؟ 382 380. ما شاء الله، من ميزان الحين على قولة اخواننا المصريين، ميزان وشو حديد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الروش. الروش هو على شو اسمه هم البراطم، روج روج روج. اي والله اخوان شنو، اي حافظ على هالعيل ما زينه. اليوم تشرفنا بزياره ابو محمد. الله يبارك فيك يحفظك. الناشط الاعلامي. يعلى الله ياك، تسلم. ويهك ابيض، ويهك ابيض. وياي يشوف العيول عندنا وكل بياض ويه ابوي، كل بياض ويه. بيض الله ويهك. شيء زين وما شيء خير، بالرغم انه ترى ما نزل اللي سعر. اعطاني ابوي حالي حال اللوادم على فكره يعني. لا لا، الاسعار يا ابو محمد هي ثابته يعني. زين ما عليه عاد، الحين انا اعاني من دار لين ديره كلها يعني محسوبه. الماي بشرى، العلف بشرى، بالغيبه الدوليه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما يدعمونكم؟ الدعم في العلاف للمزارع الاغنام، للمزارع مزارعكم انتم اللي مالت انت اللي حق البقر؟ الحيواني هاي من صغار متجي. ايوه، انتم الحين شو اسمها شركتك هذه؟ مزرعه النهضه الابقار. هاي مزرعه النهضه الابقار؟ نعم، صغار المنتجين. يسموا صغار المنتجين. ودوم موجود عندك العيول؟ العيول ما توقف طول السنه. كيف؟ السيركلر كامل السنه كامله، يعني كل ما تتخطف وقت ما عندك عيول؟ لازم يكون موجود. واللي يبى مثلا 200 عيل فجأة؟ عادي. 1000؟ 2000. ما شاء الله تبارك الرحمن، وكل نفس اللي وانا اشوف انت حراهن ما شاء الله، يعني منقايات نقوه ما فيهن واحد. هذه الاعمار 5 شهور. هايل. هذه العيول عمار 5 شهور. تقريبا اوزانها في حدود ال 225. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فرج. تعال هاك التويس ابوي في عرج سعيدي. نعم سعيدي. يلا. ايه ما بغيتني الا انا عاده. انا هو راعي. اخ مايد، مدام انتاجك وعنايك في الحلال بهالطريقه
تأكد أن الله سبحانه وتعالى بيطرح لك البركة إن شاء الله. لأن الشغل الجيد، الشغل الجيد النظيف، سلع النظيف روحها بايع عمرها ما يبالها. أشتغل على براند. هي نعم. أنا براند معي. براندك أبوي ما شيء شرات، حط في بالك براندك ما شيء شراتي. من أنا أقول لك أوقع لك بالعشر؟ والله يا أبوك أنا لون أنا جاي جيت وحين جيت على أساس أني أدور شيء غلط مش موجود. عيولك كل واحد منهن أخير عن الثاني. اللي يبقى أنا تحت مسؤوليتي. اللي بيطلب بالتليفون يسد ما يبقى عنوة، التليفون يسد ما يبقى عنوة أبدا. بالتليفون تقول أنا بالعيل الفلاني اللي عمره هالكثر، يوصلك لين مكانك عيل نظيف الحمت تحراها مسج من زينها. يعني أنا مثلا إذا بشتري ما بيحتاج أني أنا أقول لازم أي أتنقى، تروم تصير تتنقى يوم بتصير السوق. لكن من هالمكان اللي أنا حين أصولكم منه هذا مرة ما تبقى تطلب بالتاريخ وبالوزن وبالعمر وبالشكلهن، تعالى ما تشوفونهن كلهن ولادة الإمارات، ما شيء شيء ميوب من الخارج وفي عوق ولا في يهد. منو يكشف على دبشكم؟ ما عندي دكتور موجود في المزرعة، دكتور بيطري موجود في المزرعة ما شاء الله، عندي دكتور تغذية موجود ما شاء الله، عندي عمال مؤهلين كلهم تحت يعني تدريب مكثف عليهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واحد منهم يعرف شو الشغل اللي يشتغله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. متابعة كيف عليكم؟ السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حافظ عليه ما شاء الله ما شاء الله. هذه العيول كلهن اللي هني اللي عقب الفطم بعد ما انفطمه كملها. هذه توهم مفطومات، هاي توهم مفطومات كملها تقريبا الحين من فطمن 20 يوم و25 يوم. وفي منهن اللي مكملها شهر بعد ما تعدي المرحله هذه تحولها لمرحله التسمين الطرف الثاني. الحين توهم توهم يشرب الحليب هذا؟ لا بعدها وقفن حليب، وقفن هذا توهم بادياتي قرمن، توهم بادياتي قرمن ايوه. يعني كملنا تقريبا. زي امهات الحليب وين الحين؟ امهات الحليب وقفنا الحين ماشي كلهن مفطمات الحين، ينزلن في اول سته هي خلاص نبدا ننزلهم من اول جديد عشان أيوة. عشان تكون الدوره الثانيه. الدوره الثانيه وانت وين متى تفيقت تدرس هالامور؟ منو فطن كنت حق هالدنيا كلها؟ حتى هوايه هوايه اسمها هوايه كنت ايوه. وعيبتني الشغله وشفتها في اكثر من مزرعه يعني داخل الدوله وخارج الدوله والله، وسعيت لها تميت اتعلم شو اللي يسمن. اول ما بدينا فيها الحمد لله كان العيول اشربهن، يوم اشربهن نيدو، يوم اشربهن شو اسمه حليب ثاني من الجمعيه وخلاف. الحين الحمد لله رب العالمين وكيل من اكبر شركات الحليب اللي موجوده في الدوله، واقوى شركه حليب بعد ما يعني شاء الله. انافس فيها حتى الشركات اللي يا حافظ عليك يبيعون الحين على المزارع الابقار اللي عندي. انا انافسهم بالحليب ما اقول عنك شيء، الكلام واجه. لا تقول لي هذا عيلي منو؟ نعم يا حافظ خذ اسمها الهندي احمد. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سلام يا سلام على عيلي العيل من هالطريق. وهذا الميزان صحيح، وهذا ما شاء الله تبارك الرحمن. كم 380 380 كيلو وزنه. هذا ما اخذ هو بعد يتنفس 380 كيلو. ايوه ايوه. هذا كم عمره بالله عليك؟ هذا عمره 8 شهور. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. شوف ما شيء باطن بدالع باطنه، لا شوف السمن. ها ترى العيل شوفوا الذبيح يطالعون ابوي ظهرها من فوق، العيل يطالعون ابوي وروكه، يطالعون وروكه ما يطالعون باطنه. اللي فيه بطن مره ما حد يشتريه، اللي فيه بطن العيل من يتكود ببطنه تحت هالمتن هاي مره يعقون كثره ما حد ابوي يشتريه. يطالعون هذا يطالعون الروكه اللي تشوفه ملتشات، اشتري العيل هذا ابوي من هي طالعه على هالاساس. من تشوفونه من يدور على الميزان لعب دور الميزان، افتر ثلاث فرات وقال جيج، يفتر ثلاث فرات ها حتى ما بطلع يركز. 380 كيلو. سبحانك يا رب سبحانك يا رب، يعلى الله يوفقك الله يسلمك ويرزقك من حيث لا تعلم الله يسلمك ويستر عليك ويسخر لك الارض من عليها.
تستاهل تستاهل والله انك تستاهل، وقسما بالله العظيم يني فرحان لك والله والله ما شيء وازي وانا صايم، يني فرحان لك على هالمشروع الفنان. الله يسلمك. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله، شوف ما زين له هدب عيني يا ابوك. هذا فرنسي فرنسي؟ نعم، هذه فيها جين فرنسي. صدق والله؟ نعم والله فيها جين فرنسي. سبحانك. سويت براون على هورشتاين. ايوه. هذا وهذا وفي كذا نوعيه عندك بعد فيها نفس الهجين. والحين ليش ترونهن كلهن عيوله ولا شيء عيلات؟ وراه فيها كذا عيله يمكن، والله يمكن فيها خمس ست من بينهن. طبعا يمكن بالغلط من المزارع يعني. زين وهاي شو تسووا بهن؟ والله في منهن نخليهن يعني، لا نشوف زينه ما تستاهل الذبح نخليها في المزرعه. اسميني لو انا يا ابوك رايح احل المزرعه حرام ما ظهر شعره منهن. احنا ما نبيعهن لحم. ايه. مايد الهنداسي. مايد الهنداسي. نعم. زين. شيء عندك غير هالمزرعة ولا بس هذه مزرعك اللي فيها العيولة؟ فيه مزرعة هذه وفي مزرعة أنا شريك فيها في السعودية. أها. إنتاجيتها الحمد لله 18,000 راس. ما شاء الله. نعم في السنة. وإذا أنا سمعت إن يقولون عندك شيء بعد في سويحان. في سويحان الحين إن شاء الله ناويين إن نأسس مزرعة قيد التأسيس يعني. حاليا يشتغلون فيها. لا توهم بادين في إجراءات في تراخيص ما تراخيص يعني. نعم. في إجراءات التراخيص تعرف أنها تطول زيادة وايد. نعم. بس إن شاء الله أننا مخلصينها. إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقك. الله يسهل الأمور يا رب. وايد عيب إني ترتيبك. تعرف ليش أنا أعلق على الترتيب شو وايد عيب إني؟ لأني أنا مبوني رأي حلال، فرأي الحلال يعرف الترتيب ويعرف ان الشغله هذه مش كل انسان يعرف لها، لازم انسان يكون محنك من صغره يعرف هالامور كلها. انا يا ولد الحياة كانت عندي عزبه في الصاروي طولها طول عرضها عرض، يميع البجير يميع البجير ويميع الادباش فيهم، لفديت سويت المبيع اللص مخلص. اي زني يا ريال ضرس ما حوش والوش في بطونهن. الحين انا من بعت العزبه يكون من 7 سنين هبتني الهبوب، الحين من 7 سنين تمت البيز تتم عندي، ولا قبل المني اخر شهر الا راعي العلف الا راعي السيبلو الا راعي الجت الا راعي الماء. شو بقول لك بهبه، لكن الحمد لله رب العالمين. الحلال يعني بخبرك اذا تبيع وتشتري الله يطرح البركه. صحيح. هي لكن عادي يوم بيك عاده اللي شراتي انا ما بمال بيع، اخيم العرب ويعني وضعي يختلف سبحان الله. تأتيك الرقابة الغذائية متى يجونك؟ الرقابة الغذائية هل يشاورونك؟ لا في شوف يجيهم اللي هو اللي في الفحص الدوري الموجود. نعم. كل شهر في فحص دوري. زين. وفي فحص عشوائي. زين. الفحص شو يسوي؟ يظهر في الدم، يظهر الله يعزك البراز ماله البول، يشلونهم يفحصونهم ويردون. ويردون والحمد لله رب العالمين. يعني الحين خلال 5 سنوات متتالية ولا أي شكوى عندي من أي مرض أو أي مشكلة في إصابة الحلال أو أي شيء. اللهم لك الحمد. اللهم تعرف ليش ما بيه عوق حلالك؟ الحمد. ما بيه العوق لأنه طاع منهن. هل تشوفهم في العزب عقب ما تعق وسحب ما تسحب؟ شمنا سحب ما تسحب من قلة التغذية، يعطونهم يروحونهم إياه ترويح الطعام، ترويح حباب ما يروحن. بس شوف هاي مدليات رقابهن، مدليات رقابهن يرعن 24. قال يلا بمال، قال يلا بوالي. يوم الوالي الله مسخرنه يطعم الخاطر، فلذلك تلقط الحلال كله زين. انا استعيرت اقول للحمى بيضة، لحمة العيل كل العرب تقول عن ابو عيل هذا 6 شهور يعق 135 كيلو. قلت والكبير بعده لحمه احلى واحلى يعني. العالم ترد على الصغير، الاول كانت الفكره هي ما يعرفون ما. لا 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 الصغير مره ما يتشاهد، كل ما كبر كل ما زاد ما زان الحمل. نعم اكيد 100%. اليوم صورته انا اقول لك للجماعه كلهم كل نستعير. كم ادمي يشتغلون عندك؟ عندي في المزرعه طويل العمر 18. نعم. والدكتور بيطري ودكتور تغذيه ودري وليه اثنين. ما شاء الله. زين اللي ياخذ الحين اخذت انا اتصلت بكنا او اتصلت بالرقم اللي حاطينه نحن هذا، منو بيرد علي؟ يرد انا برد على تلفون، تلفون موجود عندي. عندك انت؟ عندي انا. واذا كنت راقد ولا مشغول حولت على المهندس الدكتور اللي في المزرعه. زين قالوا والله نحن نبيع عيل عمره 6 شهور لو 5 شهور،
شو طريقة الطلب يستوي هو عادة؟ طريقة الطلب يتصلون تلفون زين نوزن العيل هي يحددون شو اللي يبونه يبونه نطلع لهم اياه ترى احنا نرد كل اسبوع احنا يوزنه زين والافرج يكون على حسب اليوم يومين نزيد كيلوين ثلاثة بس على الوزن نعم هي عرفت يعني يكون على نفس ال... على نفس نزيد. الوزن ياك التليفون سلام عليكم عليكم نبع عيل ابوي عمره اربع شهور اربع شهور موجود انزين شو المطلوب من اللي اعطاك الاوردر بس يحول يدفع فيان تحويل نظام التحويل يحول المبلغ على حساب المزرعه انزين ويدفع ويحولوا له اياهم في نفس الوقت ويوصلوا له اياهم المسلخ ويستلمه من المسلخ او يستلمه في بيته بالاضافه الى رسوم رسوم الذبح رسوم الذبح رسوم الذبح رسوم التوصيل هاي الب... هذا كله تتفاهمون وياهم في السياره في نعم. في التليفون بتعطوهم رقم الحساب نعم. يحولوا لكم المبلغ نعم كان هم مال عيل ولا مال عشرة نعم ويحمل ونول الموتر نول الموتر توصيل من هني للمسلخ للبيت هذا من عندنا احنا بعد المزرعه حافظ عليكم اكرام حافظ عليك عيلنا ابوي بيركبون هالموتر ايوه ما شاء الله هدوا المسلسل هدوا تراه وياكم هدوا كل عشاكم هدوا دول مسلسل هدوا تراه وياكم هدوا كل عشاكم هدوا هدوا المسلسل إيه لك فداعة الله المصلخ ولا عن مخاطي أيون سوي له خطة ها بدينا أبوي زرنوك 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 إيه فما لا عاد فما لا يا دار الطيبين الستين الترياك وجدر الخالدي ترياك هناك في البيت أبوي وفي تصوير حتى من المسلخ يعني وهو ينذبح يصوروا له اياه كامل بعد هو ينذبح وهذا يطرشوا له الفيديو كامل ليه للزبون على الواتساب يطرشوا له اياه كامل شوف انت هي وهو في المسلخ ينذبح العيل ويتصور له كامل مثل ما صورتوا لي انا يابك الجنه يعني يابك انا في النهايه عرفت لكن بعد الواحد يطمن يعني الا ما ابوي ما عليها باس يوم يوم عند واحد شراتك ومثل مثلك وشرواك الله يسلمك مره ما شيء مشكله فالواحد يكون مرتاح يشوف حلاله وهو ينذبح يقول يا اخي يمكن غشونا يمكن الوزن ناقص يمكن شيء لا خلي قدام عينه يشوف الهنداسي امانه في رقبك تسلم على الوالده الله يسلمك من الشر سلم على اهلك الصغار والكبار مره ما خصلك حد بيض الله وجهك على الزياره الله يبارك فيك ويرحم البركه في من رباك الله يسلمك شيء زين وشيء ترتيب غاوي وكل زين شغلكم الله يسلمك في خاطري والله اصوره لكن ما طاع نحاس تمشي بعد ما في حد ايش اسوي ما بطايع عيد اللي رمس اللي قلت الحين كلها البارحه ايه؟ في المسرح نعم بعد ما ظهرت عني انت روحت وكل يعني الدكتور قال العجل هذا من جايبه قلت له المزرعه جايبه انه خير شوفي انا متخوف انا قلت يمكن في شيء يعني في ايه؟ قال لي انا في حياتي ما شفت عجل بهالطريقه قلت له ليش شوفي شوفي شيء يعني بعد ما شفت معي قال لي العجل سمن فيه ما مر عليه يعني ما شفته والفات اللي فيه مش زياده يعني انه بس اللحم يعني اللحم متشن 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 يسمونه فقال لي انت شو تخصص مزرعتكم هذه مزرعه ابقار قلت له مزرعه تسمين عجول انتاج حيواني هاي المزرعه تخصصها سبحان الله الانسان يوم يجيك دارس الموضوع ينجح قال لي يعني كرش الكرش الكرش نظيف اليوم صورت الكرش واللحم واللحم والله اقول صورت الكرش اليوم انا حق العرب كلها والحين ان شاء الله من نودي العيلة هذا ان شاء الله ناخذ موافقه حق الدكتور ونسوي معاه مقابله دخيل والدي تخليه يشرح الهست تخليه يشرح نوعيه اللحم اللي جايت لنا شو هي واذا مرت عليه في المسلخ بعد اذا مرت عليه قبل في المسلخ له اللي يبغى جزاك الله خير يعلى الله يحافظك الحين هذا عيلنا الحين كم وزنه 380 كيلو بيطلع لحم كم يطلع تقريبا ان شاء الله في حدود ال 190 اقل 2 كيلو وزياده سبحانك يا رب سبحانك يا رب. فكرة كلمة اللبناني بدار الطباع ما يكتب أبويه لباني كتب لبناني ما عليه لبناني ها هذا لبناني بلا هب أبيض وصالق وحمر ها العيون كحلة بارك الله فيك قمعد قم 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 يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا حافظ هذه ابوي مشي هاي المشي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا خوزوا عن الزين خوزوا عن الزين حين ترى سايبين اعطي حربيه خوز عنه خوز خوز ابوي هذا كحيلو كحيلو ابوي كحيلو كحيلو ما يبقى فيه هو شريك
خوز عنه ابي مايد مشكور ما قصرت بيض الله وجهك الله يطرح لك البركه في حلالك ورزقك وبغيناك ضيفنا اليوم تسلم نحن اهليه وربع وصدقان والله يرحم والدك مكانك فنان وزين وترتيبك فنان ولا شيء شراته والله يطرح لك البركه في رزقك وحلالك وما شاء الله تبارك الله دخيلكم يا المتابعين كل منكم يذكر الله يقول ما شاء الله تبارك الرحمن الله يطرح له البركه في رزقه وفي حلاله وفي شبابه مشكور اخوي مايد بارك الله فيك جزاك الله كل خير.